لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قيل أماني أي تلاوات، يقرأ يحفظ شيئا هكذا كالمسلم الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن تجده حافظ مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، حافظ سورة المعون، حافظ سورة الناس، يعني بعض التلاوات علقت بذهنه دون أن يكون قارئا أو كاتبا. فقوله لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا تلاوات، بقايا من التلاوة العالقة في الأذهان، وإن هم إلا يظنون أي وما هم إلا يظنون ظنونا، ما عندهم علم ولا تبحروا فيه.